السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الخامس الابتدائي، إن شاء الله آخر حاجة عندنا في المنهج إن شاء الله في الترم الأول هي القصة. بنتكلم عن أمير and his lizard، أمير والسحلية بتاعته. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الأول كده تعالوا نشوف إيه هي الكلمات الأساسية اللي معانا في القصة اللي المفروض معانا نحفظها. عندنا كلمة dangerous، dangerous، dangerous يعني خطير. gecko، gecko، lizard، lizard، reptiles، 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 rope، rope، صخرة، rope، hamster، hamster، herb، بيتولوجيست، هير بيتولوجيست، هير بيتولوجيست، أخصائي زواحف. عندي ريبتايل كلاب، ريبتايل كلاب، نادي الزواحف أو محبي الزواحف. أونلاين عبر الإنترنت، ملوخية اللي هي أكيد الملوخية، تشيكن دجاج، توكس خطابات، توكس خطابات. معنا كمان بوستر، بوستر، ملصق، رابت، رابت، أرنب، سناك، سناك، ثعبان، تورتويز، تورتويز يعني سلحفة برية. الكلمات المهمة كمان معانا عندي كلمة amazing يعني مدهش، enjoy يستمتع، ugly قبيح، ugly قبيح. عندي field trip، field trip يعني رحلة ميدانية. كمان kindly يعني بعطف أو بلطف، kindly، feed يطعم حد، بيطعم حد، بيأكل حد. طيب تعالوا كمان نشوف بعض التعبيرات زي what matter، what matter، ما الأمر، what happened، what happened، ماذا حدث، that's a good idea، إنها فكرة رائعة، that's a good idea. معنا كمان look after يعتني بي، و give a talk يلقي حديثا او بيعمل خطاب. شخصيات بقى بتاعت القصه اللي هي الكاركترز، عندي امير ومريم ومام وداد وليزي ويوسف، كمان مين، هاني ومستر باسم. تعالوا نشوف المكان. في ثلاث اماكن في القصه، اميرز هاوس منزل امير، اميرز سكول مدرسة أمير، والريباتايل كلايب كلاب لو نادي محبي زواحف، ريباتايل كلاب. تعالوا نشوف الحبكة اللي هي القصة، بيقسمها the beginning و the middle و the end. تعالوا كده نبدأ نشوف مع بعض بدل ما نقرأ الملخص بتاعها، نشوف القصة نفسها. أول حاجة مقدمة بتاعة القصة بيحكي لي فيها عن زي ما انتوا شايفين الأسرة قاعدة مع بعضها بتتناول طعامها، أمير، مريم، مام and dad are having lunch together، كانوا بيتغدوا معا. مام كوكد أمير's favorite dish، كانت مام تطبخله الطبق المفضل عنده اللي هو الملوخية and chicken والفراخ. but أمير isn't happy، كان زعلان برضو. what's the matter أمير، don't you like your lunch، الأم بتسأله تقول له مالك يا أمير انت مش عاجبك الغدا. ألا the food is delicious، الطعام جميل. thanks، شكرا مام. He sounded sad، صوته كان حزين. What's the matter أمير، الأب زي ما انتوا شايفين سأله، قال له انت مالك، don't you feel well، انت تعبان؟ قال له I'm fine dad but I didn't have a very happy day at school، أنا كويس بس مكنش عندي النهارده يوم كويس في المدرسة. Oh no you usually love school، what happened، بيسأله انت دايما بتحب المدرسة، ايه اللي حصل؟ زي ما انتوا شايفين في الصورة الحوار لسه بيتكلم مع مامته وباباه وبيفتكر اللي حصل له في المدرسة. تعال نشوف الحوار اللي حصل. أمير بيبدأ يتكلم ويقول we showed our favorite pet posters today، عملوا ايه في المدرسة، وروا ايه الملصق على الحيوان الأليف اللي بيحبوه. but your poster was amazing، مريم أخته بتقول له ده كان الملصق بتاعك رائع. What are you sad، ليه انت زعلان؟
قال well everyone else's poster showed cats, rabbits, hamsters or fish. الآخرين كان معهم صور لإيه؟ لحيوانات زي القطط، الأرانب، الهامستر والسمك. You know what pets everyone has. يعني انت عارف كل الحيوانات الأليفة اللي كل واحد بيبقى عنده ايه. And my poster was about Lizzie, my lizard. والبوستر بتاعي كان عبارة عن صورة ليزي السحلية بتاعتي. بيحكي بقى المامته وبابا والأسرته بيقولوا when I showed my poster، لما بدأت أعرض البوستر بتاعي everyone laughed، كل واحد ضحك زي ساد وقالوا ايه what a strange pet، ايه ده الحيوان الأليف الغريب ده. And Yusuf said Lizzie is ugly، ان الليزي دي هي قبيحة. Almost in tears، بدأ طبعا هو بيعيط. فبابا قال له listen، اسمع، people sometimes say things like that when they don't know enough information. في ناس كتير بتقول حاجات بالطريقة دي لما يكون عندهم ايه جهل بالشيء او معلومات قليلة عنه. The best you can do، أحسن حاجة ممكن تعملها is to explain why Lizzie is such a good pet، إن تشرح لهم ليه Lizzie دي تعتبر حيوان أليف كويس. Learn more about reptiles، تعلم أكتر عن الزواحف. And explain why they are amazing، واشرح لهم ليه هم رائعين. Not ugly، وليسوا بالقبح ده. That's a good idea dad، الولد قال له دي فكرة جميلة قوي يا والدي. I'll do that، أنا هعمل كده. أمير felt happier، شعر أنه أحسن أسعد. And started to enjoy his ملوخية، وبدأ يستمتع بالملوخية اللي مامته طبخها له. Later that evening، في وقت كده آخر من المساء، نفس المساء اللي كانوا بيتغدوا فيه ده، أمير looked online، بدأ يبحث على في الإنترنت. he found a reptile club nearby، وجد إن في نادي لحيوانات الزواحف دي بالقرب منه. he sent an email to ask if he could visit، بعت لهم بريد إلكتروني عشان يسألهم لو ينفع يروح يزورهم. he was very excited، كان متحمس. when he got an email، لما جاله الإيميل بيقول له yes you are very welcome to visit us، أنت مرحب بيك لزيارتنا. نبدأ نتكلم عن the middle، وسط الحدود. A few days later، بعد مرور كده بحبة أيام، dad drove Amir and Mariam to the reptile club، بدأ إيه الأب أخدهم هو وأخته لنادي محبين الزواحف. there they met هاني، قابل طبعا هاني هناك reptile expert، خبير في الزواحف. he welcomed them، رحب بهم. and explained that he is a type of scientist called a herpetologist، هو قال لهم انا واحد من العلماء اللي بيسموا اخصائي زواحف، بيتسمى اخصائي زواحف. امير بيقول له like you مثلك I was interested in reptiles، قال له ايه يعني انا كنت زيك كنت مهتم بالزواحف. and now it's my job، الوقت هي وظيفتي. امير smiled، ضحك امير. oh I didn't know that someone who works with reptiles is called a herpetologist، what a cool job. امير بيقول له انا كنت عارف ان اللي بيشتغل في عالم الزواحف بيسمى اخصائي زواحف، دي وظيفة رائعة. هاني شود أمير، بدأ هاني يعرض لأمير and مريم lots of different reptiles، حيوانات من الزواحف كتير أخرى زي snakes, lizards, geckos and tortoises. طيب عرض عليه إيه؟ تعابين بقى وسحالي وأبراص وسلاحف برية. طب إيه كمان؟ it's important to look after them well isn't it؟ مريم بتقول له مش المفروض احنا نعتني بيهم كويس مش كده برضو. قال لها I like the tortoises، do they live a long time، انا بحب السلاحف البرية هي بتعيش فترات طويلة.
هاني بدأ يقولهم ايه، yes ايوه and be careful، ايوه هما بيعيشوا فترات طويلة بس خليكوا على حذر، you should read and learn about them، لازم تقرا وتتعلم عنهم. all reptiles are an important part of the food chain، كل واحدة من الزواحف لها هي مهمة في سلسلة الغذاء ايضا. tortoises can live to be 100 years old، ممكن تعيش لدرجة لما تبقى عندها 100 سنة. السلاحف can you come with me on a field trip tomorrow، ممكن تيجي معايا في رحلة ميدانية غدا. أمير and مريم looked at dad، بصوا لباباهم عشان كأنهم يسألوه، وبعدين قال له الأب رد وقال of course، كان متحمس للرحلة دي. شفتوا الأدب، بص لباباهم عشان ياخدوا برأيه هو اللي يرد. early مبكرا، the next morning في صباح اليوم التالي، اللي حصل داد ومريم زي ما انت شايفين في الصورة، الأب ومريم and أمير met هاني، قبله ما قبله هاني at the club في النادي. it's important to have the right tools، هاني بيقول لهم من المهم انك تاخدوا الأدوات الصحيحة. I love reptiles but I know some can be dangerous، يبقى أنا بحب الزواحف لكن أعرف إن البعض يمكن إنها تكون خطيرة. but you are safe with me، أنت في أمان معايا. ready let's go، مستعدين يلا بينا نذهب. soon هاني داد مريم and أمير left for a very special desert، راحوا لصحراء إيه خاصة which was wasn't far from Cairo، مكانتش بعيدة عن القاهرة. when they arrived لما وصلوا they spent some time looking around، كانوا قاعدين بعض الوقت بيبصوا حواليهم. هاني showed them، عرض لهم هاني the best places، اماكن الافضل to look، عشان ينظروا اليها او يشوفوها. suddenly فجأة امير found a gecko on a rock، شاف ايه، شاف زي ما انتوا شايفين كده على الصخرة برص. بعد كده ايه اللي حصل، look بيقولون بصوا، what an amazing blue color، ايه جمال يعني، شوفوا اللون الازرق الجميل ده رائع. I thought all geckos were brown، كنت فكر كل ايه الابراز دي لونها بني. no they can be different colors، قال له لا ده هو عنده ايه الوان مختلفة. some of them can even change color، ده في كمان منهم بيغير اللون، ده هاني اللي قال له. أمير was very happy، كان مبسوط قوي أمير باللي هو بيشوفه وبيسمعه. the end بقى، النهاية بتاعت القصة هيبدأ نتكلم عنها 2 weeks later، بعد أسبوعين. أمير was at school، كان أمير في المدرسة. مستر باسم had something important to say، كان عنده شيء مهم مستر باسم عشان يقوله. a special guest is here، يقول لهم إن زائر خاص عندنا هنا to give a talk، عشان يتكلم معاكم. أمير loved talked، وكان أمير مبسوط بالخطاب. they were always interesting، دائما بتكون مثيرة الحاجات دي. who is it، مين اللي هيجي يشرح لنا، أو مين هيجي مين ده، وكان متعجب طبعا مش عارف مين. it was a big surprise، كانت مفاجأة جميلة. when هاني walked in، لما لقى هاني داخل. he talked to the boys، كلم مع الأولاد about his job، عن وظيفته. and protecting the environment، وحماية البيئة. he brought some reptiles، أحضر بعض الزواحف for the boys to hold، أحضر بعض الزواحف عشان الأطفال أو الأولاد يشتلوها زي ما هو شايفين كده. of course he chose أمير to be his helper، اختار أمير عشان يبقى المساعد بتاعه. all the boys، كل الأولاد even يوسف، حتى يوسف thought it was really cool، شعروا انها كانت تجربة رائعة. بعد الدرس after the lesson يوسف spoke to أمير، يوسف اتكلم لأمير قال له I am sorry، أمير اعتذر له. lazy isn't ugly، ان lazy هيش قبيحة. I really enjoyed Hani's talk، استمتعت بحديث هاني عنها. and now I think reptiles are amazing، اعتقد ان الزواحف بتكون حاجة مدهشة وجميلة. thanks okay، امير قال شكرا.
Oh, I know. Why don't you come to my house? بيقول له طب ليه انت ما تجيش علشان تزورني في بيتي. Why don't you come to my house? You can see lazy. تعال بقى عشان تشوف lazy بقى اللي انا بتكلم عنها. You can feed it. ممكن تطعمها ايضا. قال له اوسم رائع. Yes please. ايوه من فضلك. وافق على انه هو يروح له البيت. Thank you. شكرا امير. The two boys were friends again. واصبحوا اصدقاء تاني بعد ما كانوا زعلوا من بعض. خلصنا مع بعض القصة بتاعت المنهج. خلصنا المنهج الصف الخامس الابتدائي للترم الاول. دمتم في امان الله.